نسبة الحوادث المرورية وارتفعت الأرواح إلى السماء لأكثر من ثلاثة آلاف ضحية ثمانية وعشرون بالمئة فاصل اثنين هي النسبة الرسمية للارتفاع والمواطن يعزو ذلك إلى الطرق المكسرة وخاصة السريعة والخارجية جاي يزيد الحوادث طريق ماكو شوارع ماكو شوارع نظيفة لأن شوارعنا تعبانة كلها طسات ونقر وهذا طبعا يزيد وشيء ثاني جابوا لنا هاي التصوير هاي الكاميرات إيه يعني الشارع غير كون من من تمشي به غير كون مخطط به تخطيط على مود تاخذ السيد الايمن اليسار البنوس يعني ما عنده اجازه ما سوق يعني احجزها كذا احاسب ما يصير يعني ارواح مواطنين يا اخوي مو صحيح؟ ما يصير يعني طفل اعطيه سياره ماكو شيء ماكو ارشادات كل ارشادات ماكو لا علامات مروريه لا كل شيء ماكو الله وكيلك محمد كفيل احنا بدنا نطلع دا سواق تاكسي بدنا نشوف كل شيء ماكو زين غياب العقوبات الشديده واختفاء الاشارات المروريه وعدم اصلاح الطرق أبرز العوامل في ازدياد نسبة الحوادث التي تأخذ طريق الارتفاع فقط تاركة خلفها الإصلاحات والمعالجات كما قيل عندنا طريق حناسة أطلع منها على الكاظمية على التاجي على محمد القاسم على طريق الجبهة على الأمين أطلع على هاي من حي النصر ما حي نصر، كل طريق ماكو لا إعمار، ولا تبليط ولا, ولا شوارع السيارة تفلش لا أكو اجتياز واكو شويه سرعه واكو مجازفات بس نقول سببها الروحه والرده طسات والشوارع يعني هسه يشمر واليوم يسوي حادث يشمر من على الجهه اليمنى على اليسرى هو سبب لو قدامه حفر لو قدام حادث. هسه هو الشيء المضايقين هنا بالمنطقه اهل التيك توك. والطريق الخارجي ما يفيدهم شويه تعبوان لان هذا عندك السريع كله مكسر مال الطريق من يطلع للطريق البياع سيدي بي حوادث بسرعه 11552 حادثا خلال العام الماضي تختلف بها المسببات والنتيجه واحده السائق او المركبه او الطريق العداد في تزايد والخطر قائم. عمار غسان قناه الرشيد